الطريق صعبة، موحلة، طويلة، قاتلة، ونحن صغار لا نقوى على المشي. من سيروي قصصنا؟ من سيسكت العالم ليقول هناك مليونا ونصف مليون طفل سوري لاجئ؟ من سيتكلم عن وجعنا؟ نحن أمراء الممالك الضائعة، الذي ندربنا الجوع وعلمنا كيف ننساه بالدعاء. عل هذا العمر يمضي. نحن الوجه الحقيقي للمأساة، أو أبشع ما تبقى منها، ومع ذلك ما زلنا قادرين على الضحك، رغم أن همومنا كبيرة وكثيرة، كجبال الفقر، كخيم البرد. نحن أبطال المستقبل الذين لا حاضر لهم. نحن المكبلون بأمل كله دموع، أمل لن تفهموه إلا إذا أنصتتم جيدا لأحمد. العالم هذيل اللي ممكن يشوفونا اليوم في التلفزيون ونقولهم والله أحمد بيقولكم معاناتنا، شو تقولهم؟ مشي خمس أيام ست أيام انحرقت خمس خيام، اثنين أطفال ماتوا، أب وأم، لسع اثنين أطفال بعياني مشددة. هيك حياة؟ مو حياة والله، مو حياة. في يوم ما تاكلون؟ اي والله أيام كثيرة. أحيانا بالليل أبكي، أبكي لأنه أبوي معاق. تعبان أنت أحمد؟ بس ما خلص.